حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثالثة. حدثنا عن دور هذه الاستراتيجية المرورية، الدورها الفاعل في رفع الوعي المروري وزيادة السلامة المرورية. أول شيء حبيت أمسي عليكم على جميع المشاهدين بالخير وأشكركم على استضافتكم في بيان مدى استراتيجية الإدارة العامة للمرور واللي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري في لدى الطلبة والأطفال في مدارس مملكة البحرين. ولا شك أن من أبرز المهام اللي تقوم فيها الإدارة العامة للمرور هي رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، سواء كان السائق أو الراكب أو المشاة، من خلال نشر الثقافة المرورية بأي طريقة، إن كانت عبر التلفزيون أو الإذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الميدانية وغيرها من الوسائل المتاحة لدى الإدارة العامة للمرور في تقديم رسائلها التوعوية واللي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية. وهناك علاقة، مثل ما نقول إحنا، علاقة طردية بين الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق والسلامة المرورية. فكلما زادت الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، بالتالي راح تحصل على زيادة في مستوى السلامة على الطريق. فالإدارة العامة للمرور تركز بشكل أساسي على تقديم التوعية المرورية لجميع مستخدمي الطريق. نعم رائد عبد الله، ماذا يمثل ارتفاع نسبة المستفيدين من المشاريع التوعوية السنوية من طلاب المدارس بنسبة تفوق 60%؟ هناك مشاريع تقوم فيها الإدارة العامة للمرور تقديمها لدى المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أبرز هذه المشاريع اللي تقدمها هي العبور السليم اللي يهدف إلى تعليم الأطفال والطلاب في المدارس عن كيفية العبور عبور الطريق، سواء التعريف عن أماكن العبور مثل خطوط المشاة أو إشارة المشاة، بالإضافة إلى تعريفهم بالجسور المشاة، تعريفهم عن طريقة العبور، طريقة صحيحة، عن كيفية العبور حفاظا على سلامتهم. بالإضافة أن عندنا مشاريع مثل النقل السليم، وهو يهدف هذا النقل المشروع إلى تعريف الأطفال عن كيفية الانتقال إلى المدرسة أو غيرها من الأماكن من خلال باص المدرسة أو السيارة الخاصة بولي الأمر، كيفية الدخول والخروج من السيارة والجلوس الصحيح داخل السيارة، بالإضافة إلى الخروج منها اللي هي مثل ما نقول إحنا الطفل لابد أن يتعلم كيفية الخروج من السيارة، أن يكون من جهة الرصيف ما يكون من جهة الطريق، نظرا لشكل هذا النزول الخاطئ إلى تعرض الطفل إلى الخطر. فنحن نهدف هذه المشاريع أن تقديمها للأطفال في المدارس، أنها توعيتهم بهذه الأشياء نظرا لبعض الحوادث المرورية قد تحدث في محيط المدارس. فلابد من الإدارة العامة للمرور تركز في هذه المشاريع على سلامة الأطفال، وهي الهدف الأساسي اللي تهدف فيه التركيز على الأطفال. فهي سلامة الأطفال مثل ما نقول هي أولوية لدى الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على سلامتهم، فلابد أن تعليمهم هذه المشاريع. هذه المشاريع راح تزيد من ثقافتهم المرورية، فكل ما كان هناك جيل مستقبل واعي ومروري بأهم القواعد والقوانين المرورية، راح ينشأ عندك جيل واعي مروريا مثقف وعارف هذه الأمور اللي لابد منه أن الطفل يتعلمها. ففي العام السابق، العام الدراسي السابق 2023-24، استفاد أكثر من 26 ألف طالب في 390 محاضرة توعوية، مقارنة بالعوام السابقة الاستفاد منها 17 ألف طالب وطالبة. فمن تشوف الأعداد في زيادة تفوق 60%. من أهلا لكم بالتوفيق دائما الرائد عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.